استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي وفدا من لجنه الدفاع والعلاقات الدوليه بمجلس اللوردات البريطاني برئاسه السيده جويس انيلي عضو اللجنه بالمجلس ورحب سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بوفد لجنه الدفاع والعلاقات الدوليه بمجلس اللوردات البريطاني حيث تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين مشيدا سموه بعلاقات الصداقه التاريخيه المتميزه التي تربط مملكه البحرين والمملكه المتحده واكد سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي على عمق الشراكه الاستراتيجيه الفاعله والمتناميه بين البلدين الصديقين والتزامهما بترسيخ الامن والسلام في المنطقه وتحقيق المصالح المشتركه لكلا البلدين والشعبين الصديقين الى جانب مناقشه القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك. رافق الوفد سعاده السيد رودي رادموند سفير المملكه المتحده لدى مملكه البحرين.